السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مع شهوات متنوعه مع بشرى. اليوم غادي نوجد معكم هذا الكيك ساهل وبسيط، كتصاوب غير بالماء ولكن مع لاصوص ديال الشوكولات، كيعطي واحد المذاق زوين يعني من جربات كيك ما عمرك بغات تستغني عليها، وسهله وبسيطه. نتمنى هذا الفيديو نحط لكم اليوم ان الاعجاب ديالكم، ولا كنتي اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش بلايك. بسم الله على بركه الله. نبداو بالمقادير. هما الاولين دائما الكاس كيكون بالعباره ديال العنبه، يعني الكاس ديال العنبه، راه اي مطبخ كيكون فيه الكاس ديال العنبه. عندي هنا كاس ديال السكر سنيده، وعندي هنا كاس ونصف من الزيت، وهنا كاس ونصف من الماء، الماء غير عادي. نتمنى يكون المقادير باينين مزيان. وعندي هنا ثلاثه البيضات، كيس من فاني، جوج اكياس من خميرات الحلويات، وجوج اكياس من كاكاو المر. عندي هنا جوج معالق كبار ديال نيدو حليب غبرة، والدقيق راه من جوج كؤوس ونصف حتى ثلاثه الكيسان ديال الدقيق. دائما الدقيق كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. هنا عندي 18 مربع ديال الشوكولاته الاسود. بالنسبه للعبار 135 غرام ديال الشوكولاته. دابا في كاسرول غادي نستعمل السكر سنيده، ونستعمل الزيت، غادي نستعمل حتى الماء. حقيقه الكيك كيجي مسقي بالشوكولات كيجي زوين. وغندير جوج معالق كبار ديال حليب غبره، جوج معالق كبار يكونوا بحال هكا عامرين. ونستعمل كيس من الفاني، غنخلط دابا هادشي مزيان. غير جربوا هاد الكيك، راه كيجي زوين في مع الرصاص ديال الشوكولاط اللي غندير معاه، واخا كيكون بالماء كيجي حتى المذاق ديالو زوين. غير جربوا. سمحوا لي كنعتذر على هاد الصوت اللي سمعتو ديال الشارع. دابا غادي ندير كاكاو المر، غنستعمل جوج اكياس. عندكم ديال العبار ديروا جوج معالق كبار ديال كاكاو المر. نعاود مره اخرى نخلط هادشي مزيان. دابا غادي نستعمل هاد الشوكولات مربعات، واخا كلشي بارد لان هادشي غنحطو فوق البوطه، نحطه فوق البوطه، نبقى كل مره نحرك فيه حتى يذوب الشوكولات ويغلى الخليط شويه. كيف ما شفتوا معايا الخليط بدا كيدفى، وانا كل مره كنحرك ما محيداش ايديا فوق الكاسرول. كيف ما كتشوفوا النار متوسطه، نبقى كل مره بحال هكا نخلط، ما نتوقفش من التحرك حتى يذوب الشوكولات ويغلى الخليط شويه. دابا الشوكولاته هو راه داب، ولكن غنبقى نحرك فوق البوطه حتى تذوب السنيده، ما تبقاش ديك الحبيبه ديال السنيده باينين. هو الخليط دابا ولا جاهز، غادي نقص منه واحد الكاس، الكاس اللي عبرنا به المقادير في الاول نفسه غادي نقص منه كاس. يكون عامر. دابا هاد الخليط غنديرو في هاد الاناء باش يبرد، لان دابا غنخلي الخليط حتى يدفى. ما يمكنش ليا نستعمل البيض والخليط باقي سخون لان البيض غادي يخسر. غنخلي دابا هاد الخليط اللي في الاناء حتى يدفى شويه، ما تبقاش في ديك الحراره بزاف، ومن بعد نتلاقاه. دابا الخليط ها هو دفى واحد شويه، الا كان عندكم الوقت كافي خلوه يبرد على خاطرو عاد كملوا المقادير. بالنسبه ليا انا مزروبه عليه شويه، درته في الثلاجه غير دفى واحد شويه، وغادي نكمل دابا الخليط. بالنسبه للمول اللي غادي نستعمل هو هذا المول ضير، دهنته بالزبده والدقيق. دابا مني الخليط باقي شويه دافي، ما غنستعملش البيض في دقه واحده، غنستعمل البيضه الاولى ونخلط مزيان حتى تخلط البيضه، عاد نستعمل الثانيه ونخلط حتى هي، ونعاود ندير الثالثه
باش البيض ما يخسرش ليا مع الخليط. كي قلت لكم لكان عندكم الوقت كافي يمكن لكم تخلو حتى يبرد على خاطر. دابا نكمل نفس الطريقه حتى يتخلط البيض كامل. نحطوا البيضه ونخلطوا دغيا باش مع ديك السخونيه ديال الخليط والبيض باش ما يخسرش لينا. هاو دابا البيض تخلط مزيان كيف ما شفتوا معايا، ما خسر ما حتى شي حاجه. دابا الدقيق غنستعمل كاس ديال الدقيق وغادا نخلط. دائما خلطوا مزيان من بعد ما خلط كاس ديال الدقيق مزيان مع الخليط. دابا غندير الكاس الثاني والكاس الثالث، ما نديروش دفعه واحده، غادي نضيفو ديك الساعه كل مره بشويه على حساب الخليط. دابا نخلط هذا الكاس الثاني ديال الدقيق اللي زدت حتى يتخلط مزيان، ومن بعد غنشوف لحساب الخليط. دابا غادي نضيف هذا النص كاس الثالث، يعني درت جوج كؤوس ديال الدقيق، وغنزيد هذا نصف كاس. هذا نصف كاس ما غنزيدوش كامل، غادي نزيد غير ربع، شويه ربع ديال الكاس ونخلط، ومن بعد لخص غنضيف ربع الاخر حتى نشوف لحساب نوعيه الدقيق، لان الدقيق كيكون مختلف ماشي بحال بحال. مشتو معايا؟ مازال دابا غادي نزيد هذا ربع. دابا استعمل جوج كيسان ونص ديال الدقيق. غادي نخلط دابا هادشي مزيان. درت جوج كؤوس ونص ديال الدقيق، غنزيد دابا ربع كاس اخر. حاولوا ما تزربوش على الدقيق باش ما يخسرش ليكم الكيك، وما يجيكمش الكيك ثقيل مع الدقيق، وحتى في المذاق ديالو غيجيكم ما خفيفش، غيجيكم بحال الكيك معجن. دائما الكيك يكون شويه خفيف. يعني دابا هزت ليا 3 الكيسان، كاين الدقيق اللي كيهز غير جوج كيسان ونص ديال الدقيق. صافي دابا نخلط دابا الدقيق مزيان. مشوا معايا الخليط كيف كيجي، نتمنى يكون واضح، كيجي خفيف وثقيل في نفس الوقت بينو وبينه. دابا عاد غنستعمل جوج كؤوس، انا سمحوا لي جوج اكياس من خميره الحلويات، قلت لكم جوج كؤوس، نستعمل جوج اكياس خديتهم هما الاخرين. صافي كنخلطوا كلشي دقيق ويولي الخليط هو هذاك. عاد نستعملوا دابا اكياس ديال خميرة الحلويات من فئة 19 غرام. دابا نخلط مزيان، عاد غادي نشعل الفران وندير على نار مهيلة، عاد غندير الخليط في المول وندخل الفران يتعمر. دابا راني شعلت الفران، يعني ما نخليش الفران حتى يسخن، عاد ندخل الكيك، ندخل الكيك الفران بارد، انا غير وجدته وخليته. دابا غنستعمل الخليط وغنهز ايديا الفوق، عاد نستعمل الخليط كيف ما شفتوا معايا الخليط كيف كيجي. هاد الكيك راه كيجي زوين البنات، غير جربوه، واقتصادي ما فيش شي مقادير كثيره ولا شي حاجه، وكيجي بالشوكولاته. دابا غندخلو الفران يطيب يتحمر، ومن بعد نطلقها. دابا هي الكيك من بعد ما طابت بقى سخونه، باش كنعرفو حنا الكيك طابت كنديرو شي حاجه، كنديرو بحال هكا كنلقاوها ناشفه كنعرفو بان طابت. كنستعمل انا غير الموس، غادي نستعمل مشنه بحال هكا، وغادي نتكها كامله بالموس باش داك لاصوص نديرو ليها والكيكه تشرب لاصوص اللي نقصنا من الكاس. لكان الكيك سخون لاصوص ضروري يكون بارد. دابا الكيك ها هو سخون، خرجته من الفران، وبالنسبه للكاس اللي فيه الشوكولاط راني درته في الثلاجه وخليته برد. دابا غادي نسقيها كامله من الفوق، ومن بعد شوفوا الشكل النهائي ديالها والتزيين ديالها.
كيف مشتو معايا مع الكيك سخون، ها هو شرب مزيان داك لاصوص اللي درتو من الفوق. دابا غنخليها بحال هكا حتى تبرد، ولا نستعملها في الثلاجه ومن من بعد نزوقها وتشوفوا الشكل النهائي ديالها. الشكل النهائي ديال الكيك كيف كيجي بالنسبه للزواق كيبقى الاختيار ديالكم نتومايا. غادي نقطعو معكم تشوفوا كيف كيجي الشكل ديالو. ولا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي، ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد، وما تنسونيش باللايك وتبارطاجوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء. كيف كتجي الكيك؟ كيجي زوين ورائع، وكيجي مسقي بالشوكولات كيف كيجي الشكل ديالو. نتمنى الفيديو اللي حطيت لكم ينال الاعجاب ديالكم، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.